كانت تمشي لها مزي مدرسة مزي حوشك، برغم هذا كله نقول عادي، المهم مكان مسكر نرتاح فيه أنا وصغاري وما نضيقش على حد وما نرميش حملي على ناس تانية. هي الحرب قبحها الله ترمي عزيز قوما بين أيدي العباد، فإذا بدأت لا تعرف ولاء هذا ولا تبعية ذاك لمن. أم محمد سيدة ليبية أخرجتها الحرب وأهلها من ديارهم، تسكن سيارة مع زوجها وأربعة من أبنائها وكل واحد منهم يعاني في صمت. الأم والأب مرضى سكري في درجاته المتقدمة، والطفل يعاني تشتت الذهن وضعف البصر، وجميعهم يعانون عسر الحال وقلة ذات اليد. تتحرك بهم السيارة كل صباح في شوارع طرابلس، يبحثون عن بقعة تتحمل حملهم وعن سماء تستر ضعفهم في وقت لم يسترهم أحد سوى مولاهم. نازحين طوالينا قريب 6 شهور من قبل رمضان، كنا نازحين في مدرسة الحق، قالوا على أساس أن المدرسة هذه لازم نفرغها، احنا قررنا أن نطلع، فوتوا نص النهار احنا في السيارة، في الليل نتعبوا من المشاوير نمشوك نحط رحيلنا لحد زي ما تقولك. والحق يعني في ناس بارك الله فاهم ما قصرتش، في ناس تتمناها أنها تكون معاك وما لقيناهاش. أسرة من 6 أفراد لكن الحرب تضطرهم للتخلي عن واحد منها، تترك الأم على مضض كل يوم وآخر أحد أبنائها عند أقاربها بالتناوب حتى تخفف الحمل قليلا، لكنه لا يخف بل يزيد الحزن حزنين، حزن التهجير وحزن البعد. والله نفكر في مكان لصغاري كمكان لمهم فيه كلهم مع بعضهم، ما نقولش أني زوز معاي، واحد عند أخته واحد في حوش جدة، نقعد نفكر في هديك عشان تبي هديك تقول لي يا ماما مستحشاتك، نجي للصغار يا ماما نبي أختنا، يا ماما نبي أخوي، يا ماما إحنا خيرنا هيك. أم محمد كان لها بيت عزيزة فيه، كانت لها تفاصيل حياتها الطبيعية مثل كل الناس تماما، مطبخها وكأس شايها وغرف أطفالها ولعبهم ومنضدة مرآتها حتى أخرجوها منها مريضة منهكة فارق الفرح وجهها، ولو خيرت لاختارت ويلات الحرب على ويلات البشر كما قالت. تمنيت أني نقعد في حوشي وما يصيرش فيي الحالة، هو نقعد في حوشي مسكر علي بابي حتى لو الحرب وصواريخ والدنيا كلها فوق راسي عادي ما عنديش مشكلة. برنامج أنت القصة الذي يعرض على شاشة الأحرار تكفل بعلاج حالات الأسرة المرضية ووعدهم بلم شملهم تحت سقف واحد في بيت تسعى لتوفيره من تبرعات المحسنين، على أمل أن تكون هذه القصة الأخيرة وتكون هذه الحرب الأخيرة، فلا شيء جميل في الحروب إلا نهايتها.